بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني عشر، أرحب بكم أجمل ترحيب في الأسبوع الثاني للحديث عن وحدتنا، وحدة الفكر العربي المتجدد، تأييد للحق ونصرة للعدل. طلابي، هذا النص مأخوذ من كلمات الأمير الحسن بن طلال حفظه الله ورعاه، وهو مقال كتب في صحيفة الغد يستذكر فيه سموه أمجاد الثورة العربية الكبرى التي أطلقها جده المغفور له الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، وما واكبها من نهضة اتخذت من قيم الحق والعدل ركيزة، ويرى أن التراث الحضاري عنصر مهم من عناصر التطور في ظل الاستقلال الثقافي الذي يؤمن بالتشاركية وقبول الآخر، ويتخذ من التاريخ جسرا نحو الإبداع والتطور والتجديد. نقول طلابي في طور حديثنا عن النهضة العربية هي محاولة استيعاب روح العصر وتحدياته، وندرك ما لدينا من ميراث حضاري وتراث سياسي ونهضة عربية كبيرة تأسست في القرن الماضي على مبادئ القومية والحرية والوحدة والاستقلال والمساواة والتقدم. نعم طلابي، وبعد مرور ما يقارب 100 عام على هذه الدعوة، ما زلنا نستذكر بكل اعتزاز المنطلقين الأساسيين للثورة العربية الكبرى: حفظ كرامة العروبة والتمسك بقيم الإسلام النبيلة السامية. وكان من أبناء الأمة التواقين إلى الحرية والتغيير سليمان البستاني، الذي كان يتطلع إلى مستقبل يحقق ويتحقق فيه الإصلاح المنشود ويتم فيه تفكيك الاستبداد، كما بيّن في كتابه ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده لعام 1908. وهنا أقول لا يعد التاريخ سيرورة سردية، إنما هو ذكرى وعبرة تحفز الخيال على التفكير في الممكن من دون قيود أو حدود. نعم طلابي، لا تزال الصورة الحقيقية السمحة للدين الإسلامي تتعرض إلى أقصى أشكال التشويه من قبل أولئك الذين يمارسون الإرهاب والعدوان والتطرف والإكراه والعنف على باسم الدين. إن التركيز من خلال الزكاة على القيم الإنسانية مثل الرحمة والعطف والإحسان، هذا دليل على قيم الإسلام الحقيقية. هذا طلابي مجمل الحديث عن عنوان درسنا الفكر العربي المتجدد. في الحصة القادمة طلابي سننتقل لحل التمارين الموجودة في صفحة 108 من الفهم والتحليل والمعجم والدلالة وغيرها. شكرا طلابي لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته في الحصة القادمة كما قلنا سابقا. شكرا ودمتم برعاية الله.